السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. خلاص داخلين على فصل الشتاء والمطرة بتيجي بخيرها، بس فصل الشتاء فيه مميزات وفيه عيوب. مميزاته طبعا عدم وجود الناموس والدبان، طبعا ده اولا. ثانيا زيادة البركة، لو في محاصيل زراعية المطرة بترويها. ثالثا النطرة بتغسل الذنوب وبتغسل اي حاجة وبتطهر اي حاجة. لو انت مثلا محسودة او عندك سحرة او اي حاجة ونزلت تحت النطرة بتتطهري بمية النطرة النقية. ثالثا لو انت عندك دعوة عايزة تدعيها، ابواب السماء بيكون مفتوحة. حلو جدا برضو، الليل بتاعه بتبقى طويل، تعرفي تنامي طولة الليل، ترتاحي. بتلبدي في البطانية مع كوباية السحلب ملكة زمانك. حلو جدا لما تحسي ان في رعد وبرق كده وانتي متلفتة على السرير كده ومتدفية. دي مميزات الشتاء. عيوب الشتاء بقى ايه؟ بتعطلك لو انتي عندك شغل، في عيال عندك مدارس للأولاد، تلاقي وحل على طول وطين في الأماكن اللي فيها جبوسة، الأماكن الأرض اللي هي ما بتشربش المية بتاعتها. اولادك على طول تعبانين، عندهم بيجيلهم على طول برد وفلونزا، دي اللي عندها اولاد. لو انتي مثلا الكهرباء بتقطع كتير، النت بيفصل، النور بيفصل، طبعا ما تعرفيش تتفرجي على اي حاجه، بتدلك في الضلمه على طول. عطل من كل حاجه، بتلاقي حوادث كتيره بتحصل، بتتعطل على شغلك، بتغسلي المواعين طبعا، والدنيا متلجه. لو بتيجي تستحمي ممكن تاخدي برد برضو، قلة الحموم، مش هتستحمي كل يوم من السقعة وكده ومن البرد. العمدان الكهرباء ممكن يحصل ماس كهرباء، تأذي صاحبها، تتكهربي او يحصل لك اي حاجة لو مش مفتحة ومش واخدة بالك. لو في مثلا سيول وانت مشيتي وسندت على عمود كهرباء، ممكن يكون في ماس كهرباء عادي. طبعا دي الحاجات دي كلها مؤثرة. السقعة، ما يكون انت مثلا عندك، انت ساكنة في الادوار العالية، تبقى مثلا درجة الحرارة اقل مثلا من 30 درجة مئوية. طبعا الدنيا مطرة وعندك بيتك مفتوح في مكان مفتوح بحري، بتلاقي الجو ساقع جدا. بس لو انت مثلا بيتك موجود في مكان مثلا متبلط، او الارضيه عندك سيراميك طبعا زي الاجانب، او عاملين بلاعات من اللي هي بتمتص الميه والسيول، عادي مفيش اي مشكله. طبعا الاجانب غيرنا خالص، الاجانب عندهم في الصيف وفي الشتاء تلج تلج، بس سبحان الله ربنا عمل جسمهم يتاقلم مع قله الشمس ومع التلج ده كله. ممكن يكون هما في عز التليجة واحنا بنرتعش لابسين بنص كم عادي، ده حسب الطبيعة وحسب ما انت اتعودتي. لو عودتي ابنك اللي هو يستحمى في الشتاء مية ساقعة، ابنك حدنه كده على طول ومش هيتعرض للتعب كتير. طبعا احنا في الشتاء بنستحمى بمية سخنة، بنطلع بره على الهوا، بنطلع في الهوا بناخد برد. انا عن نفسي في الشتاء في الشهر بعيا 3 4 مرات كل اسبوع، يدوب اقوم من وجع الزور من السخونيه من التعب تاني. ليه؟ بستحم برضو بميه سخنه وبطلع باخد ضربه هوا. طبعا تغيير الجو من الساقعه على الحم ده حذاء، ده اللي انا بحذر منه. وعايزه مثلا تدخلي تاخدي دش قبل ما تنامي على طول، بحيث تتقلي وتنامي، ما تلحقيش تاخدي برد، ما تشطفيش ابنك ولا تحميه وهو طالع على طول مباشره من ميه سخنه. لو بميه ساقعه عادي. طبعا الايام دي في فيروسات جايه في الجو للاطفال، خدوا بالكم على اطفالكم. الشتاء حلو كل حاجه، بس مش للمتجوزه صراحه. يعني الشتاء حلو للبنت، الناس اللي مش عندها اولاد هتقدري تدفي نفسك، هتلبدي هتتقلي. لكن ما يكون عندك اولاد او اطفال غصب عنك لازم 24 ساعه تدخلي المطبخ تعملي 3 وجبات. طبعا غسيل مواعين، ميه ساقعه، مش هتشغلي الميه السخنه طول النهار. غسيل ملابس، تحطي ايدك في الميه على طول، طبيخ كده، عيل عايز ياكل عايز يغسل، حدنك قايمه، مش هتعرفي تلبدي في البطانيه، حدنك قايمه. طلباتهم هما ممكن يبقوا نايمين
وانتي قايمة تخدمي عليهم مش هتعرفي تاخدي راحتك. الصيف الك احسن غسيل الملابس، تغسلي لاطفالك مثلا، بدل ما تغسلي لاطفالك مثلا نص كم تيشرت بنص كم، هتغسلي لاولادك بالبروفلين 3. شوف بقى كم طفل عندك ممكن تغسلي. هي الغسالات الاوتوماتيك ريحتنا وكل حاجة، بس برضو مجهود الامة والقعدة وكده. يعني هو الشتاء حلو لناس ووحش لناس تانية، وكل فصول السنة وكل يجيب ربنا حلو، بس الشتاء السنة دي جاي صعب جدا، بالذات الناس اللي بيوتها طين. طبعا الله يكون في عونهم، السيول بتنزل تبهدل لهم بيتهم وفرشهم وعفشهم وكله، بالذات الناس اللي جاي لوجه بحري اللي جنب منسوب المية، اما بيعلى الفيضانات والسيول وكده. الناس اللي في الادوار العاليه برضو بتنضر بالهواء وبالنطره، ممكن غصب عنك وانت واقفه في البلكونه النطره والرعد وكده تقعي من فوق، ولا يحصل لك اي حاجه، مش تلحقي توزني جسمك. البيوت الطين، لكن البيوت اللي هي متقفله حلو والسملات بتاعتها حلوه والبعيده عن مثلا الحاجات اللي البحار والانهار والحاجات دي، دي في امان شويه. الناس اللي اولادها كبروا ومش عاد بتشيل مسؤوليه اولاد، يعني هتبقى متلكفتها 24 ساعه في البطانيه عادي، هتقضي يومها حلو. كان اللي عندها اطفال صغيرين، اللي عندها اطفال في مدارس، اللي وراها شغل، اللي وراها بتشتغل بره، اللي بيتها طين، اللي وراها مسؤوليات، اللي جنبها اراضي مثلا طينيه او جبوسه زي ما بيقولوا، الاراضي اللي ما بتمتصش الميه دي برضو ضرر. وفي اخر الفيديو هقول لكم مش تنسوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استمتعوا، الفيديو بجد طاقه ايجابيه وحلو جدا. المطر، شكل المطر اصلا يفرح، وشكل السماء جميل. اكتر كائن على وجه الارض مستفاد بالانهار هو الاشجار، بتحب الميه، بترعرع كده في فصل الخريف او الربيع، بترعرع والزهور بتتفتح من المية. تعالوا نشوف المية لما بتنزل على السيراميك بتعمل ايه. لو عندك مكان طين، طبعا السيراميك ده كله هتبقى طين، لو عندك مكان نظيف سيراميك هيمضي على طول المية فيه. الصراحة شكل حلو جدا، وممكن تلعبوا فيه، في اطفال بيحبوا يلعبوا في النطرة، واحنا صغيرين كنا بنلعب. طبعا يا محلى قعدة النطرة وانت قاعدة كده مشغلة الشالية، وحاطة بقى براد الشاي، وحاطة بقى القهوة، وقاعدة بتتدفي كده، ونعمل قاعدة في الشتاء، ده احلى قاعدة. يلا سلام عليكم.